مخمي خطنا لليوم هي المسفوف. شكون ما يحبش المسفوف؟ شكون مش من عشاق المسفوف؟ كلكم ديجا كليتوا المسفوف، رحموا على والدي عاصم. دليتنا ما جيتنا مغفلكم على المسفوف كلكم. اما اليوم المسفوف عملته اون فورم دو فيرين، عملت كوش نتاع مسفوف وكوش نتاع كريمه. دونك باش نبداو نعطيو لي زانغريديون نتاع المسفوف، لازمنا 500 غرام كسكسي نتاع مسفوف، وبيان فما شكون يحب يعمل بالسميد الخشين. لازمنا كاس زيت، سكر حسب الذوق، فما اللي ما يحبش يحط سكر جمله سبق على خاطر باش نحطوا ديجا الدقله وش نحطوا الرمان. نحط الرمان ديجا حلوة. أما أنا نزيدها شوية السكر، نحبها حلوة شوية. دونك أنا حلوة وهي حلوة برشا. واو خرج طو شكر روحه من الستوديو. دونك شو نحطوا زادة شوية عطر شيا، شو نحطوا كعبة دقلة للزينة، شوية زوزة، شوية فستق، رمان، اللي يحب يحط زادة مش اسمه زبيب، برشا حاجات. فما شكون يعمل زيادة بالشامية، يحط دي كوب نتاع شامية في المسفوف، انا بيرسونيل ما نحبش بالشامية. دونك نبداو نبلو الكسكسي بمغرفتين زيت، ومن بعديكا نبخوه بالماء ونخليوه في الكسكاس يفور حكايه 30 دقيقة كيكة. ومن بعديكا نصبوها في صحن كبير ونعاودو نبخوه بالماء والزيت والماء ونخليوه يفور اخرى مرة اخرى حكايه 15 دقيقة. بعديكا نصبوه فك التبسي المزيان الفخار نتاعنا نتاع نابل بشكا يولي مسفوف فريمون بالحق منظر وبنا، ونحركوه بالباهي ونزينوه بالدقله والرمان والزيت. والديجا اللي يحب يزيد شويه عطر شيه ديجا حطينا احنا من الاول، ونحطوا زاد الزبيب ونحطوا الفاكهه. وكيما عملتينا حطيتهم في كيسين، حطيت كوش نتاع كريمه، طيبت كريمه فاني، حطيت كوش نتاع كريمه، حطيت كوش نتاع مسفوف، وزدت كوش نتاع كريمه، ومن بعديكا زينتها بالزوزه من الفوق. فريمون بنا عالميه، الجو طياره، وفي المنظر زيد. من بعديكا ادخلوا على الباج فيسبوك نتاع غاديو ميد تو تشوفوا تصاور نتاع لي فيغين. بالحق فكره طياره على الاخر، تجمو تعملوها في فطور صباح كي يجيوكم ضيافات، تجمو تعملوها في الاوقات الكل. ابن مسفوف هو مسفوف سحروره مخنيخه.